أفضل وقت للمشي في رمضان هو قبل الإفطار بساعتين، بكون عملية الأيض في أعلى مستوى وبكون الجسم في أعلى مستويات الطاقة. لكن اللي ما بيقدر يمشي قبل الإفطار بساعتين بإمكانه يمشي وقت ما بده، يمشي الصبح الظهر بعد وجبة الإفطار بثلاث ساعات برضو بإمكانه يمشي أو يمارس الرياضة. لكن تذكروا أن ممارسة الرياضة لها دور فعال في الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان.